وفي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى كانت البداية بالعقل. من كل الشواهد التي خلقها الله سبحانه وتعالى اهتدينا كما ذكرت حضرتك وتفضلت، اهتدينا أن هناك خالق وأن هذا الكون وأنا أيضا لم أخلق صدفة في هذا الكون. طيب، بعض من يتجه للإلحاد ويتمسك بمبدأ الإلحاد يرى أن عقله رغم كل ما توصل إليه العلم من دلائل ومن أمور تدل على أن هذا الكون هو مخلوق بنظام، وأن هذا النظام وراءه خالق واحد وليس أكثر، هو واحد فقط لا إله إلا هو، مع ذلك هم يتمادوا في مسألة الإلحاد بحجة أن عقلي لم يهتدي إلى الله. فأين نضع هذا التفكير في الدكتور؟ هل هو إنكار لهذه الحقائق أم هو إصرار على إنكار الخالق؟ إدراك حقيقة الألوهية في ذاتها بهذا المعنى أن هناك سببا ولا بد لنشوء هذا الكون والاستمرار هذا الكون، هو لابد أن نستعمل فيه العقل ويستعمل فيه العقل، والذي ينكر هذا بيسمى بالإلحاد الأسود. الإلحاد الأسود هو الذي ينكر الحقائق الواضحة التي لا يختلف فيها اثنان. هو الإلحاد درجات يا مولانا؟ أصحاب العقول. الإلحاد درجات، الدرجة الأعلى فيها وهي السواد هذا يقول ليس هناك سبب، هذا محض صدفة وتتالي وتتابع. الانفجار العظيم ولا نعرف بدايته ولا نعرف نهايته. نعم، الانفجار العظيم اللي حصل وأنشأ هذا الكون بمن فيه من مخلوقات، النظرية الشهيرة يعني. ما احنا بنسأل من الذي فجره؟ يعني هو بيقول انه الكون كله كان نقطة ثم فجر. فجر ده فعل مبني للمجهول. يبقى في فاعل، مين هو؟ صح. فيرد علي ويقول انه سبب غير رياضي، يعني لا يمكن الوصول اليه. احنا وصلنا الى انه نقطة، وصلنا إلى أنها انفجرت، لكن ما نقدرش نعرف مين اللي فجرها. قلنا له طيب يبقى إحنا مش مختلفين، لأن الذي فجرها هو الله. يبقى أنت بتقر بوجود الإله ولكن لا تقر حينئذ بصفاته. يبقى أنا عندي سبب فجر النقطة، هذا السبب الذي فجر النقطة أنت تقول أنه لا صفات له، ليس عالما، ليس مريدا، ليس قويا، أنت تفعل هذا؟ قال لا، أنا لا أعرفه أصلا. فإذا هو موجود؟ قال نعم هو موجود، هذا السبب موجود وسابق على التفجير. فده خرج من نطاق الإلحاد الأسود إلى الإلحاد الأقل درجة، لأن في باب يقول أن ليس هناك سبب، هي لوحدها انفجرت كده، النقطة دي لوحدها انفجرت. ده الإلحاد الأسود. الإلحاد الأسود ينكر حتى سبب الانفجار ويقول هذا انفجرت وحدها هكذا. هذا تقريبا قليل جدا، الإلحاد الأسود هذا في البشر وفي الفلاسفة قليل جدا جدا. إنما الذي الدرجة الثانية منه فلاسفة وهم ينكرون الصفات، يقولون لا، السبب هذا الذي فجر تلك النقطة يعني ليس موصوفا بهذه الصفات، صفات الكمال التي تصفونه بها. في إلحاد أقل من هذا وهو يقول نعم هناك كائن، هناك موجود، هناك رب ومتصف بالصفات التي نراها في الكون من الحكمة، من القوة، من العظمة، من أنه واسع، من أنه كذا، ولكن لا شأن له بنا. يعني هو خلقنا وأعطانا عقلنا ونحن الذين ندبر حياتنا وندبر مماتنا. ف
فهذا ملحد أيضا ولكنه أقل إلحادا من نفى الأول سلطة الإله والثاني. أو أنكر سلطة الإله. وهناك من يقول بل هناك هذا ولكن هو لم يرسل أنبياء. فهذا نوع رابع من الإلحاد أقل من الثالث. وهناك من يقول هو أرسل أنبياء ولكن لأزمانهم، يعني كل نبي لقومه والزمن وخلاص. فإذا جاء نبي بعد ذلك كان بها نبقى نشوفه ونشوف هو نبي ولا لا إلى آخره. فده ملحد درجة خمسة، يعني مختلف عن الرابع، عن 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 الشخص الرابع، يعني اللي بيقول انا عارف ان في عيسى وموسى ومحمد عليهم جميعا السلام، وان هم جم بكتب سماويه وجم بوحي وبشرائع، ولكن ده كان لوقتهم من 5000 سنه او 4000 سنه ومن 2020 سنه ومن 1400 سنه، ولكن ده حبيث وقته وظروف وقته، ايام الصحراء وايام القرون الاولى، مش علينا دلوقتي، احنا بقينا في عصر تاني خالص بره الكلام ده خالص اللي كان من 2000 سنه. يعني ده كده يعتبر ملحد؟ هو عنده الذين يلحدون في اسمائنا، ما هو في الحاد. ده درجه من درجات الالحاد، لانه يريد عدم الاجابه على السؤالين الاخرين. هو السؤال الاول من الذي اوجدنا في هذا الكون، السؤال الثاني اذا فماذا نفعل فيه وما مراده من ان يخلقنا هنا، صح. السؤال الثالث ماذا سيكون بعد الموت. هذه الثلاثه الاسئله شغلت بال الإنسان كإنسان وأجاب عنها بطرق مختلفة، وكانت إجابات الأنبياء واضحة وعليها جمهور البشر. يعني أنت لما تشوف البشر دلوقتي تلاقيهم 7 مليار، هتلاقي منهم 6.5 مليار عندهم ديانة وعندهم إجابة على هذه الأمور الثلاث، وهتلاقي فيه بشر يعني ليست مهتمة بهذه الأسئلة الثلاثة، أو أنها لا تريد أن تفكر فيها وتريد أن تعيش اللحظة بغض النظر عن أن تجيب عن هذه الأسئلة التي دفعت الإنسان لعمارة الدنيا، دفعت الإنسان لبناء المجتمعات، دفعت الإنسان إلى هذه الأشياء. بنرى الآن في المجتمعات التي تشيع فيها هذه الفكرة، فكرة احييني النهاردة وموتني بكرة، فكرة عيش اللحظة، فكرة انه يلا بينا نتمتع بحياتنا ولا نسأل ولا نهتم بهذا الترتيب، تجدهم لا يهتمون ببناء الأسرة، وتجدهم في حالة يرثى لها من تخبط، الاضمحلال، التخبط، مفيش أسرة. عدم وجود الأسرة ده معناته إيه؟ معناته عدم الانتماء للوطن. إحنا منتمين لوطننا دلوقتي، لو ما كانش فيه أسرة مش هيبقى فيه مبرر لإني أدافع عن هذا يعني المجتمع. يعني فكرة التباسط يا مولانا اللي بنسمعها من البعض، مثلا واحد يجي يقول لواحد صاحبه إيه ما تيجي نعمل شيء، ما الشيء ده مثلا محرم، فالتاني يقول له لا يا أخي، فبقول له برضو يعني حرام وحلال وجنة ونار والكلام، هل ده يعتبر شكل وصنف من صنوف الإلحاد أو من أصناف الإلحاد؟ كل الذنوب من شعب الكفر، وكل الطاعات من شعب الإيمان. ولذلك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعب الإيمان، وأن الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله. قضية هي اللي هي قضية الرئيسية، أن الخالق هو الله والرازق هو الله، وأدناها إماطة الأذى عن طريق الناس، اللي هو المجتمع، اللي هو الحفاظ على هذا المجتمع وعلى أفراده. والحياء شعبة، الحياء ده شعور نفسي إنساني بيربي به الإنسان نفسه، شعبة من شعب الإيمان. إذن فالإيمان ده شعب، فروع
زي فروع الشجرة. هذا الـ الـ هذه الفروع كلها هي الإيمان. نعم. طيب، وألف الإمام البيهقي والإمام الحليمي كتبا في ضبط الـ70 فرع دول، شعب من شعب الإيمان.